السؤال الثاني طال عمرك انا لا اعرف اليوم نحمد الله ونشكر كثر الاخوان والانساب وكثيرين يعني ما يقدر واحد يسمعهم في بيته او مثلا مره واحده او كذا فيصير انه تكسير معهم شوي بعض الاوقات نتصل واذا في مناسبه عامه وكذا في ان شاء الله نبغى نسال بس هل طيب. هذا يكفي عنا او مثلا لابد الانسان انه يكون يعني مواصل عليهم عضول او مثلا نسال الله ان الله لا ياخذنا باعمالنا. شكرا. يحصل تقصير يقول من أقاربي في صلتهم وفضيلة الشيخ بين الفينة والأخرى يقول حنا نجتمع بين يعني السنة أو نصف السنة هل هذا يعتبر من التواصل؟ هذا بعض التواصل والتواصل ليس مقصورا على الاجتماع ولا على المال التواصل يكون بالسلام يكون بالمراسلات يكون بالمكالمات والسؤال عن أحوالهم فباب التواصل يكون بالمال ويكون بالكلام الطيب ويكون بالزيارة فبابه واسع فالذي تقدر عليه من هذه الأمور تفعله والذي لا تقدر عليه أنت لست مؤاخذا فيه. نعم.